هلا بالحلوين ابو صيرم ازباك اليوم يا اخوان. كذا ما اعرف ايش اللي طاح هذا. اوكي ما علينا، اليوم ابي اسوي نفسي فقير. طيب لازم اغير ملابسي الامانة. دقيقة خلنا اغير ملابسي. وين دريم بيت دوغ؟ اوكي يلا مشينا. انا عارف والله اني عارف انك بتروحين البيت حقي. ايش عندك؟ ايش عندك؟ يلا خذي لك مانكي. لا انا فقير. اوكي يلا ايش حتعطيني؟ دوغ؟ لا يلا عاد. لا لا ايش هذا؟ لا يا لولي حاعطيك ارنب. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. شكرا يعطيك العافية على الدوق. ايش انا؟ ايش انا؟ ايش انا؟ هذه ما فهمت ايش تبغى بالضبط، ولكن خلوني اخذ لي سيكل ما اني فقير. دقيقة بحط السيكل هذا، شوفوا فيه في كفر هنا على اليمين وفي كفر على اليسار عشان ما اطيح. ايش في السيكل ما يمشي؟ ليش؟ طبعا هذا ادوبتم يعطوني السيكل هذا. اوكي قالوا لي اشتر بيت. شوف كيف ما اطيح. الله عليك يا ابو صيره. مش السيكل الحلو هذا؟ اوه بنكات بنكات. اوه في ناس هنا ما شاء الله عندهم حيوانات. خلونا اجلس واشيل الكلب واكتب بليز بيت. لا مو كذا بيت. لا يلا بليز ارجوكم انا فقير. لا لا ارجوكم انا فقير. يا الله لحد الان ما حد اعطاني وجه. لا ليه محمد انت فقير؟ المفروض يجون. ايش فيك حبيبي؟ ليش ليش انت فقير؟ طيب في البانيو مونكي هناك، قرد ابيض. في واحد قبش. اوه لا ايش اللاك هذا يا محمد؟ ايش اللاك هذا؟ ايش اللاك؟ خليني اكتب ام بور. ام بور. لا ايش فيك محمد تكتب كذا؟ طبعا يا اخوان. اوه ديم ديم هذا اللي اسمه كي اس اي جت عندي. لا ها ايش تبي تقول؟ تبي تضحكين؟ تضحكين علي وانا فقير؟ ليش؟ الله راح يبتليك يوم من الايام راح تصيرين فقيرة. حرام لا ما يصير كذا. طيب هذا اللي معه بس لونها وردي ما ادري احس شايف نفسه. شوف كيف قاعد يرقص قدامهم. ايه شوف انا عندي بس وردية. حيوان بليز احس اني بموت. انا اشوف ايش راح يقولوا عني بما اني انا خلاص احس اني بموت. ابغى حيوان ابغى حيوان. ها ايش لو معك حيوان ابعتزلي. ايش الكيوت هذا يا قلبش انت يا قلبش؟ ليش ليش قاعد تمشي عندهم؟ خليني اكتب لهم ابي حيوان ابي حيوان بليز. خلاص اعطوني وجه. لا ابو سيرم خلاص تعذب.
طيب في واحد اعطاني هديه، يعطيه الف عافيه. اوكي لقينا الشجره هذه، كتبت بليز حيوان، بليز اعطوني حيوان. الان بصيرم يقول لكم اعطوني حيوان. طيب ايش راح نلقى؟ اوه بتعطيني غزال، يعني انا فقير. اوكي تبين الكلب مجانا، انا ابي الكلب، انا يعني انا فقير هنا، يعني ليش ليش ليش؟ اوريكم انا والله خلاص رفعت الضغط ابو صيرم. لا ما راح اطلع لهم باد دراجون. يلا خلنا اجلطهم اكثر، اجلطهم يا ابو صيرم. انتم بليز حيوان. هذه انجلطت. بليز بيت امبور امبور. ايش الكيوت هذا؟ ليش ليش لونك اصفر حبيبي؟ ليش تقلدني؟ ليش؟ طيب هذه اعتقد ديم ماي دريم كات، ماي دريم كات هذه افضل بسه عندي انا اللي لونها ابيض. اوكي بما انها اعطتني بسه وساعدتني، بس بعد ايش؟ بعد ما طلعت الفروست، بعد ما طلعت الشادو، بعد ما طلعت البات اعطتني هذا. فيا حبيبتي انت والله في الجرون، معليش ما راح ارجع لها، يعني ابعطيها الكلب هذا هديه. شادو، ايش الشادو هذا؟ ايش الكيوتة هذه؟ هذه اللي اعطتني الكلب. هذا اللي اعطتني الكلب. يلا سويت تريد. ليش تسوين ديكلاين؟ ليش؟ خلني اسويها الكيوتة هذه، اسوي لها تريد. يلا ايش عندك؟ اعطيها ايش؟ اعطيها هذا. كلهم تجمعوا عندي هنا صديق، ايش في؟ ليش تتجمعون عندي؟ ليش تتجمعون عندي؟ طيب خلوني اطلع الكتكوت هذا، وايش برضو حطلع الكتكوت هذا برضو. اوكي ايش رايكم؟ لطيف مرة، نايس. يا الله هذه نشبت لي يا عيال، لا لا نشبت لابو صيرم. والله عندي لاق لا. بس يا اخوان وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك. معكم محمد ابو صيرم، مع السلامة.